العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين الحديدين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيتشوه. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. الأستاذ فنان اتولد في طنطا 4/2/1936 كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. على قد ما كل اسرار الكنيسه عندنا الاسرار السبعه اسرار مفرحه واسرار عميقه جدا ونشعر فيها فعلا كلها بحلول الله في حلول الله فيها، على قد ما سر المعموديه تحديدا من الاسرار المفرحه جدا لان احنا بنعتبرها هي مدخل الاسرار، وبنشوف قد ايه في كلمات طقس المعموديه التحول اللي بيحصل للطفل الصغير ده او للشخص اللي داخل الايمان ده كلمات في منتهى القوه. عايز اخد مع حضراتكم النهارده كلمه واحده بس عن المعموديه. المعموديه طبعا الكلام عنها كتير جدا، لكن انا هتكلم عن ان المعموديه موت وقيامه او موت وحياه. حقيقه فعلا الطقس بتاع المعموديه لما بنشوف ازاي الأب الكاهن بياخد الطفل اللي هيعمده ده أو الشخص الداخل المعمودية ويبتدي يدفنه مع المسيح 3 مرات على اسم الثالوث القدوس، مدفونين معه في المعمودية، ده تطبيق فعلا لكلام الكتاب المقدس أننا ندفن مع المسيح. طب ليه اتقال إن هو موت وبعد كده قيامة؟ موت، ودي تأمل فيها الآباء الأولين قالوا كده: زي ما الجسد الميت جسد لا تؤثر فيه شهوة، لا تتسلط عليه عادة ولا تتسلط عليه خطية معينة، هكذا بالظبط الجسد اللي احنا أو لما بننزل المعمودية مدفونين معه، أي أننا بنميت شهوات وخطايا هذا الجسد ويصبح فعلا ما فيش شيء ولا خطية له سلطان علينا، وهي دي الحرية بعينها، ونقوم بعد كده معه بقى لنأخذ قوة القيامة اللي قامها رب المجد يسوع. عشان كده بنقول ايه قديس بولس الرسول قال كده: لا اعرفه وقوه قيامته. فالطفل اللي طالع من المعموديه ده والانسان المعمد ده طالع من المعموديه في ثوب جديد واخد كل قوه القيامه. عشان كده الكلام ينطبق مع الايه الجميله اللي بتقول: لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم. اقوم ازاي؟ اقوم بقوه المسيح الغالب القائم من بين الاموات المنتصر على الموت وعلى الخطيه وعلى الشهوات وما يتبع كل ذلك. فقد كده أحبائي المعمودية دي شيء مفرح جدا. طب ليه بنقول عليها برضو موت وحياة؟ لأن الطبيعة اللي احنا بناخدها بالتناسل الطبيعي اللي ماشية من آدم لحد كل الجنس البشري لحد دلوقتي، عرفنا وشفنا قد إيه الطبيعة دي فسدت والطبيعة دي تشوهت. طب الإنسان كان لازم يفكر لو كلنا نفسنا نعيش في السماء بعد كده، إزاي هنعيش في السماء لو الطبيعة اللي سقطت واللي بسببها آدم طرد من الفردوس أو من جنة عد وعاشت في الأرض، وشفنا بعد كده قد إيه الخطية ابتدت تكتر، شفنا قايين ابتدى يقتل هابيل، طب القتل ده ما كانش موجود قبل كده، وشفنا بعد كده خطايا كتيرة جدا جت على فكر الإنسان. إزاي دي؟ إزاي الخطايا دي جت؟ لقلنا لأن الطبيعة أصبحت طبيعة معيوبة أو مشوهة أو بقى عندها قابلية للخطية. وأستعير لفظ القديس الأثناسيوس الرسولي لما قال أن الإنسان أصبح يخترع الخطية، يخترع الخطية، ومن سيء لأسوأ لأسوأ. فعشان الإنسان ده تاني يبقى ليه رجاء أنه يطلع تاني للسماء اللي طرد منها، كان لازم يحصل بقى عملية إصلاح أو عملية تعديل للخليقة دي أو للطبيعة دي عشان تصبح مؤهلة تاني أنها تطلع السماء. وهو ده اللي بيتم في جرن المعمودية أو في سر المعمودية، أن الله إلهنا الذي بنتحد به وهو إله الله لاهوت، وتقال عنه في العهد القديم إلهنا نار آكلة، لما نتحد به في المعمودية يلتهم كل الشوائب وكل العطب وكل الضرر اللي حصل في الجنس البشري أو في الطبيعة البشرية دي، ونقوم معه من جرن المعمودية بطبيعة جديدة
هتقولي الطبيعة ما بتخطأش، أقولك لا ممكن تخطأ، بس أصبح خلاص عندها إمكانية النصرة على هذه الخطية، أو أصبح عندها إمكانية إن ما يبقاش فيه لا للشيطان ولا للخطية ولا لموت الخطية تسلط عليها. ربنا يدينا دايما إن المعمودية والطبيعة الجديدة دي تكون حية في حياتنا، ودايما نوصي كل أب وأم في المعمودية، هاتوا ولادكم صغيرين وخلوهم يحضروا معموديات قرايبهم، وعرفوهم قد إيه أجسادنا خدت كرامة لما أصبحت مسكن للروح القدس ودهنت بالميرون المقدس اللي بيدهن بيه المسبح وتدهن بيه أيقونات الكنيسة، وتصبح بذلك مكرسة أو مخصصة للخدمة. هكذا أجسادنا أيضا نالت هذه الكرامة، فلو الطفل كبر على المفهوم ده هيعطي لجسده كل كرامة. ليه؟ لأن أنتم الذين اعتمدتم في المسيح لبستم المسيح، أصبحنا متحدين باتحاد كلي بطبيعة جديدة لها قوة القيامة. ربنا يدينا دايما ان احنا نكون فرحانين بهذه المعمودية التي هي باب الأسرار. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. خدمتي في خط الرب مع تصنع عفيفة. تصنع عفيفة كان الوحيد يدلها بالفضل طبعا، هي كانت بتحاول دايما تشغل وقتنا ودايما تحسسنا ان احنا جزء من الكنيسة والكنيسة جزء من حياتنا، وزي ما احنا ناخد من الكنيسة ندي الكنيسة. فكانت دايما صراحة بتشرفنا في خدمات مختلفة. فكان هي وأستاذ هاني ونيس طلبوا مننا ان احنا نخدم في اخوة الرب، نوضب الهدوم اللي جاية متبرعين بيها، كنا نوضبها بالسن وبالاطفال، رجال سيدات بنات، وكنا نكتب يفط على كل رف، الرف ده فيه ايه، ولو حاجات كانت عايزه تتغسل او تتكوى كنا ناخدها نغسلها ونكويها ونوضبها يعني قبل ما توزع يعني. وبرضك لو كان في دونيشنز لاكل او حاجات زي كده كنا بنوزن الرز السكر الحاجات دي، فكنا بنعملها عموات. فكانت خدمه حلوه، كانت بتخدم معايا كانت في نفس سني حنان ويليام، ما زالت متردده على الكنيسه، واخت استاذ عادل ويليام المحامي، فما زالوا في مصر يعني. مركز الحالات الخاصه في الكنيسه عندنا مركز سلس فتيا، فكانت بتقول لي مامتك كان لها يد في بدايه هذا المشروع، فاحكي لنا عن الموضوع ده كان بدا ازاي. ماما بياتريس الصراحة برضك بعد الكنيسة صراحة كانت بتحاول، الكهنة كانوا بيحاولوا دايما يوظفوا الطاقات المختلفة، فدي كانت حاجة حلوة قوي، أو ما زالت أكيد حاجة حلوة، إن هما بيشوفوا إمكانيات كل واحد وقدراته وظروف بيته ويحاولوا يوظفوه في خدمة معينة تتناسب مع كل ده. فدي طبعا حاجة ربنا يديهم نعمة إن هما دايما يكتشفوا الشخص بمواهبه بظروفه يستخدموها للخدمة. فهما كانوا عندهم الفكر والرؤية ان هم يعملوا مركز للحالات الخاصة، ففعلا طلبوا من ماما تبحث ازاي يبتدوا المشروع ده وكده. فماما راحت القاهرة وتعرفت بجمعية اسمها جمعية الحق في الحياة، والقائمين على الخدمة في هذه الجمعية وروها المناهج اللي بيدرسوها للقدام، والاكتيفيتيز والأنشطة اللي بيعملوها للعيال برضه بديفرنت احتياجات باحتياجات مختلفة. وترددت على هذه الجمعية كذا مرة واخدت منهم معلومات واخدت منهم المنهج يعني، ومنها قالوا لها ان في مؤتمر كبير لتأهيل الخادمين اللي بيخدموا، وقالوا لها ان في 3 اماكن ممكن يحجزوا لهم متاحين يعني. فماما صراحه قالت لابونا مسائيل صادق وقالت لفيولات، وهي يعني هم 3 راح يحضروا المؤتمر ده، كان عده ايام في القاهره. امير سعودي كان زي سبونسر يعني، هو اللي دافع تكاليف المؤتمر ده، واستفادوا طبعا ناس كتير فيه يعني عشان يبقوا مؤهلين لخدمه الاحتياجات الخاصه. فطبعا فابونا مسائيل وفيولات وماما راحوا حضروا المؤتمر ده واخدوا شهاده ان هم يعني ممكن يبقوا قائمين على هذه الخدمه يعني. فهي ماما كان ليها دور صغير، بس دايما اي حاجه البذر الاولانيه بتبقى مهمه ان المشروع يبتدي ويكمل. وربنا يعوض طبعا تصوني فيولات جه كملت المشوار وبقى حاجه متهيألي بقى المركز على مستوى جميل جدا دلوقتي، واحلى حفلات الواحد يحضرها حفلات الحالات الخاصة، والإمكانيات اللي الإبداع بتاعهم، الإمكانيات اللي بيطلعوها.